ملعوبة إلى كاكا، كاكا يأتي بكرة عرضية، رونالدو، رونالدو بيحاول، رونالدو كرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة كاكا يأتي بالفرج، يأتي بالفرج للمارينجي، كاكا يسجل، كاكا يسجل، كاكا يعود ويأتي معه الفرح. الهدف الثاني، الهدف الثاني للريال، كرة ملعوبة ممررة جميلة، وعندما عاد كريستيانو رونالدو للناحية اليمنى، عندما جاءت على يمين الكرات مرر بشكل جميل ليسجل كاكا، يسجل كاكا هدف الثامن في الليغا الأسبانية، يسجل النجم البرازيلي الذي صنع الفارق في اللقاء من أول ما نزل، كان نويها، كان نويها بالكرة الأولى، كانت بعد التسديدة من أول لمسة بعد تمريرة غونزالو إيغواين، عادت هنا التمريرة الثانية أيضا جاءت بكريستيانو رونالدو، يضعها هذه المرة بذكاء، يضعها بهذه المرة بكرة زاحفة أرضية عرضية، والكرة على يمين الحارس روبرتو، هدف ثانية للريال.